مشهد غريب عرفته مدينة ياسوج غربي إيران، حيث انتشرت مقاطع فيديو توثق سقوط أسماك من السماء، يعني تمطر سمك، في ظاهرة غريبة يطلق عليها مجازا اسم المطر السمكي. أظهر الفيديو سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل المدينة في مشهد فريد من نوعه. لم يجد العلماء حتى الآن تفسيرا واضحا لهذه الظاهرة، لكنهم يعتقدون أنها ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددا على الأرض. النوب السمك يلبط فريش. لم يصدق عدد كبير من المتابعين هذا الخبر ومقطع الفيديو، شككوا بمصداقية ما جاء فيه، ظنوا أن مصور الفيديو فعل ذلك عمدا بهدف كسب الانتشار الشهرة. ومع ذلك تم تداول الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح ترند على المنصات وحديث السوشيال ميديا والإعلام أيضا. فكانت التعليقات حاضرة وكثيرة. نبدأ من تعليق كتبه فهمي. ماذا قال فهمي في تعليقه عن السمك الذي تساقط من السماء؟ يقول: هذا فيديو مصنع لأحد الشباب هناك لكسب التفاعلات بالإنستغرام. من المخجل أن قنوات تنشر أخبار غير دقيقة. تعليق آخر من شيماء: عاصفة قريبة على البحر وشمرة الأسماك، لا أكثر ولا أقل، تفسير مختصر. تعليق من نسرين: لو كان هناك شتاء قوي ورياح عاتية تتكون فيها شبه إعصارات صغيرة البحر أو الأنهار ويمكن أنها تحمل الأسماك بفعل الريح وتتلاوح بعيد عن مسقطها، يعني ظاهرة عادية. تعليق من محمد: دي أسماك سلمون صغيرة، وإيران ما فيهاش أنهار بتعيش فيها السلمون، ما فيش حاجة اسمها المطر السمكي. كانت التعليق من مصر. تعليق من عادل: هي بياع السمك، هاي بياع سمك انقلبت عربيته وراحوا السمكات بالأرض، إجا واحد بده شهرة قال مطرة السما سمك، والأخبار ما عندها شيء بس تبث للتشهير أو لتنشهر. تعليق من سادون نيمو: طيب قول صدق، كيف السمك يبقى عدل بعد سقوطه على هكذا أرض صلبة؟ فيديو مفبرك، والمفبرك لا له غبي.